السلام عليكم ورحمة الله، حياكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله بنشتغل على الجزوز وعلى التوربو، نفس الشيء الهدرز هناك موجود. نحاول نخلص هذول الثلاثة في حلقة اليوم عشان يكون خلص تقريبا 90% من قطع السيارة اللي باقة. طبعا أشياء بسيطة جدا أجددها وقت التركيب، فكل قطعة هنا وحالها شغلة معينة. هذول القطع ما راح أسوي فيهم صبغ ولا أي حاجة، مجرد تنظيف وبولش. القزوز مثل ما تشوفوا أموره طيبة، مجرد أسوي له بولش تلميع وكذا حركات تضبط أموره. والهيدرز نفس الموضوع، الهيدرز أريد أسوي له عزل حراري وهذا نفس الشيء. أما التوربو إن شاء الله موضوع راح يكون طويل لأنه محتاج شغل كثير، وعندي خطة معينة أريد أسويها في هذا التوربو وبخبركم إن شاء الله عنه بعد شوية. التوربو مثل ما واضح حالته صعبة. الشغل اللي أريد أسويه الله يسلمكم ويعافيكم، هذا الجزل الفضي او الرصاصي اريد اخليه كروم، اخليه نفس الكروم تقريبا. اريد اسوي له صنفره بالكامل بعده ارقام، بعدين نسوي له بولش يطلع فيه كذا لمعه حلوه. هذا بيكون شغله طويله. وهذا الجزل مثل ما تشوفوا بالكامل مصدي، فهذا الصدى لازم تخلص منه كامل، وبعدين بنشوف كيف الشكل اللي راح يطلع لي. اذا شفت مظهره زين بخليه، اذا لا طبعا راح اسوي له صبغه سوداء، بس اشوف افضل اني اسوي له صبغه سوداء عشان احميه من الصدى. طبعا التوربو صاحي ما في مشاكل ابدا، اموره طيبه شغال كل شيء تمام، مجرد تنظيف وحركات وكذا ويرجع ان شاء الله اموره طيبه. طبعا هذا التوربو توربو تايلندي، يعني ما شركه امريكيه ولا شيء كذا، التوربو جوده عاليه، توربو عادي من شركه تايلنديه وقياسه 50. صراحة التوربو أنا ما استخدمته كثير، إن السيارة يمكن طلعت فيها مرة أو مرتين، فما أعرف صراحة كيف أموره هذا التوربو، بس بنشوف. نحن بنستخدمه فترة، وإذا ما عجبني الوضع راح أبدله وأركب توربو أمريكي. فالحين بنظفه بعدين نشوف وش الخطة. اوكي، نظفت التوربو. شوف الحين هنا كيف نظيف، كله تمام. نفس الشيء نظفته من الاسفل من هذا الجهة، ما زال في صدى بس يعني كمية بسيطة، بالامكان الحين اني اصبغ فوقه والوضع ان شاء الله راح يكون طيب. فالحين بما اني خلصت تنظيف راح ابدا في الصنفرة. مثل ما خبرتكم اريد اخليه مثل الكروم شوي، يعني كذا اسوي له بولش قوي بحيث انه يطلع مره ما عليه اي كلام. فحاليا راح ابدا في الصنفره، راح ابدا باقل ورقه معي، لان مثل ما تشوفوا السطح خشن لازم يكون ناعم عشان اقدر اسوي له بولش. فراح ابدا يمكن ب 120 وبعدين وانا طالع حال الارقام اللي هي الاعلى، يعني من 120 بعدين 400 بعدين 600 بعدين 1000 2000 وكذا. يعني اهم شيء اخر ورقه راح تكون اللي هي ال 2000، من بعد ال 2000 راح اسوي له بولش. موضوع الصنفر الحين راح ياخذ وقت طويل، تقريبا ياخذ بالساعات، لان مثل ما تشوفوا قطعه كبيره فراح ياخذني وقت طويل وغايته.
اخيرا خلصت صنفرة التوربو. طبعا الصنفرة اخذت وقت طويل تقريبا مال 3 ساعات في اليوم. طبعا سويت لها صنفرة تقريبا في يومين. الصنفرة سويتها لعدة مراحل. المرحلة الاولى كانت 80، بعدين 120، بعدين 320، بعدين 600، بعدين 1000، واخر شيء 2000. بعد ال2000 تسوي بولش. طبعا البولش بعدني ما سويته، بسوي بعد شوية. حاليا اريد اصبغ هذا الجزء من التوربو. هذا الجزء اريد اصبغه لون اسود، لان مثل ما تشوفه شوية حالته صعبة، فمحتاج صبغة جديدة. راح اسوي له صبغة جديدة ان شاء الله لون اسود. بستخدم طبعا هذا اللي يكون عازل الحرارة ويتحمل يعني درجة حرارة عالية، وان شاء الله راح تطلع صبغة طيبة. فراح اسكر هذا المكان ونصبغ التوربو ان شاء الله. اوكي الحمد لله خلصت صبغ. مثل ما تشوفوا الصبغة طلعت اوكي، كل شيء تمام. الحين بما اني خلصت صبغ ابدا في البولش. راح ابدا في البولش، راح اسوي بولش حتى التوربو بالكامل. طبعا فقط هذا الجزء، هذا الجزء اللي سويت له صنفرة بسوي له بالكامل، وان شاء الله راح تظهر فيه اللمعة، لمعة ممتازة كذا تضبط الامور ان شاء الله. الحين بنبدا وشوفوا كيف. ما شاء الله خلصت من تلميع التوربو. شوفوا كيف اللمع الحين كله تمام، ما شاء الله طلع مضبوط مرة، ما عليه اي كلام، لمعته طيبة ما شاء الله. طبعا هذه المناطق ما قدرت اسوي لهم بولش لان الدريل ما يوصل هنا، وصعب اني اسوي بولش لهذه المناطق، وصنفر اصلا نفس الشيء صعب. بس اهم شيء هذا الجزء من التوربو، لان هذا اصلا الجزء السفلي فما يظهر واجد، بس هذا الجزء هو اللي انت تشوفه كله تمام هنا، واموره طيبة. طبعا البولش اللي استخدمته، استخدمت هذا مع هذا. في البداية تستخدم هذا، في النهاية تستخدم هذا الابيض حال فينيشينج. طبعا هذا ما تستخدمه حال الاصباغ ولا هذا، هذول الاثنين ما يصلح حال الاصباغ ابدا. تستخدمه حال مثل هذا، مثل هذا الاشياء، مثل هذا القطع، يعني معدن بدون صبغ بدون اي حاجة تستخدم عليه بولش. هذا ولا مع هذه القطعة وتضبط الأمور إن شاء الله. فالحين باقي تعديلات بسيطة في التوربو ونخلصها إن شاء الله، ننتقل حال الإكزوز إن شاء الله، وغاية التعديلات الأخيرة ونخلصها. أوكي آخر حاجة أسويها في التوربو، طبعا هنا المفروض يركب جاسكت. الجاسكت خلاص يعني تخلصت منه ونظفت المكان عشان اركب له جاسكت جديد. طبعا في مدخل ثاني تحت، فهذول المدخلين طبعا مال اللي هو الاويل، هذا مال فيد، وتحت اللي هو مال درين. طبعا لاننا التوربو نظفته بماي وصابون، فاكيد اللي هو الاويل اللي كان موجود داخل كله راح. فايش سويت حاليا؟ طبعا هذه الدبه فيها نفس الاويل اللي موجود في الماكينه،
حبيت شوية هذا الجزء من التوربو، حبيت اويل، دورت اللي هو هذا توربين، دورته لحد ما طاح الاويل تحت. طبعا سويت كذا اكثر من مرة عشان اتأكد ان التوربو كامل واصل لنا الاويل. فحاليا بما ان سويت هالشي خلاص خلص من التوربو، جاهز للتركيب، اموره طيبة، كل شيء تمام ونظيف. بس هذه النت اللي هنا لازم شوية نظفها. ايوه بعد نقطة واحدة بخبركم كيف تعرف اذا التوربو يعني صاحي او قريب يخترب. طبعا تشوف هذا اللي هو التوربين هنا تحت في الجدار، بتشوف فيه شموخ مرات اذا كان التوربو خربان او كان قريب يخترب. هذا الشموخ تعني ان التوربين او هذه المروحة تلحق في الجدار مال التوربو، فلما تلحق تسوي شموخ. طبعا مع الوقت هذا الشموخ راح تزيد ويخترب هذا التوربين او المروحة هذه تخترب وتسبب لك مشاكل كبيرة. فدائما لما تشتري اي سيارة توربو تأكد من التوربو بالنفس وشوف هل في شموخ في الجدار تحت او لا. طبعا ما لازم يكون تحت، في على الجدار كامل، تأكد اذا في شموخ او لا. طبعا هذا التوربو اموره طيبة، ما في شموخ، ما في اي حاجة، كل شيء تمام. وطبعا هذا التوربو المفروض انه يتحرك شوية فوق وتحت، شيء بسيط ما واجد. لما يتحرك لازم انه ما يلحق في الجدار مال التوربو. وكذا امورك طيبة وكل شيء تمام. طبعا في الخلف نفس الشيء، بس طبعا اذا السيارة شغالة مستحيل تقدر تتأكد من هالشيء لان هنا يركب الاكزوز. فكل شيء تمام. بما ان خلصنا الحين بننتقل حال الاكزوز بالنفس، شغلته طويلة وغايته. نحاول في حلقة اليوم نخلص كل القطع مع السيارة عشان لما توصل السيارة ركبها كامل، فما باقي الا شيء بسيط كله ان شاء الله راح اخلصه في حلقة اليوم. وغايته ننتقل حال الاكزوست. اوكي الحين بشتغل على الاكزوست. مثل ما تشوفوا حالته جدا صعبة، فيه اوساخ بالكامل، لازم اتخلص من كل الاوساخ اللي فيه، بعدين اسوي بولش حد دبة. طبعا هذا الجزء ما يحتاج بولش، بس الدبة لازم اسوي لها. طبعا مثل ما تشوفوا شوية الاكزوست مصدي، فحاليا اريد انظفه بعدين اسوي له مزيل الصدى. قربت اسوي هنا مثل ما تشوفوا معظم الصدى اللي فيه راح وصار نظيف، مجرد اني سويت مزيل الصدى وراح بسرعة، يعني ما اخذ منه وقت طويل، تقريبا دقيقة وكله راح. فراح انظفه الحين بالكامل وبعدين اسيله مزيل الصدى وتضبط الامور ان شاء الله. خلاص الحمد لله خلصت من تنظيف وبولش للكزوز. مثل ما تشوفوا الحين كله نظيف، لمعة اوكي ممتازة، بس هذا الجزء شوية يعني حالته صعبة. ايوه هذا بصراحة ما شفته قبل، الحين شفته. مثل ما تشوفوا هنا في ثقب، فاتوقع هنا راح يكون في ليك، هذا لازم نشوف له ترتيب، لكن ما مشكلة بشوف الحل بعدين. المهم شوفوا كيف خلاص خلصتها بالكامل. طبعا سويت له سنفرة ب600، بعدين سويت له بولش. طبعا سويت سنفرة خفيفة يعني عشان بس اشيل يعني الطبقة اللي فوق من الصدى، مثل ما تشوفوا هذا كله شليته بالسنفرة ب600 على الخفيف كذا، والحين كله نظيف واموره طيبة. والدبة نفس الشيء، الدبة مشكلة فيها شموخ هنا لأن السيارة كانت نازلة فتلحق في أي شيء، بس يعني حاولت إني أنظفها بأفضل شكل، يعني سويت لها صنفرة تقريبا ب1000 وبعدين 2000 وبعدين سويت بولش، والحين هذا النتيجة اللي طلعت في النهاية. طبعا هذه الدبة يعني دبة كاتم، يعني صوتها لا هو عالي لا هو خفيف، صوتها زين ممتاز. كله تمام الحمد لله خلصناها هذه بالكامل. الحين بننتقل حال الابواب. الابواب مثل ما تشوفوا محتاجين تنظيف، فحاليا اريد انظفهم. هذه القطعه من القماش، طبعا قطعه جديده مبدلينها قريب،
فبس اريد اسوي تنظيف حال هذا الجزء اللي هو الجلد، وهذه اسوي لها صبغه جديده وخلاص، ما بسوي لها شيء ثاني، انه بتطلع شكلها يعني ممتاز ويمشي وامورها طيبه ان شاء الله. فحاليا بشتغل على هذول، راح ابدا في التنظيف، بعد التنظيف ان شاء الله بولش وبعدين اصبغ هذول اللي هو مال السماعات. اوكي، الحين بصبغ هذول القطع، هذه وهذه، راح اصبغهم ان شاء الله لون اسود، وان شاء الله راح اسويهم بدون لمعه، يعني اسوي لهم كلير مات، واخر شيء لما اخلص احدد هذه الكلمه باللون الابيض او السيلفر. خلاص خلصنا الابواب، شوفوا كيف النتيجة. هذا الكلمة نفس الشيء، صبغتها لون ابيض عشان يطلع نفس ما كان قبل، وهذا نفس الشيء. الحين الابواب نظاف وامورهم طيبة. خلاص بما ان خلصنا الابواب والقزوز والتوربو، يبقى لي قطعة بسيطة جدا من قطع السيارة، باقي بس الراديتر، نقرر التنظيف وشوية بولش من فوق وخلاص يجهز. وهذول اثنين الهيدرز وهذه القطعة من القزوز، هذول محتاجين عازل حراري. العازل الحراري انا مسوي له طلب بس لحد الحين ما وصل، فلما يوصل بسوي له عازل حراري. فتقريبا كل شيء خلصته الحمد لله. هذول مقرد قطع سكراب، يعني هذا الثروتل ما راح استخدمه، يمكن راح استخدم هذول بس بسيلهم تنقيد واستخدمه مرة ثانية، اما الباقي كله سكراب ما راح استخدمه. طبعا هذا الراديتر ما خبرتكم عنه، بس هذا الراديتر المنيوم ممتاز حق سيارات التوربو، يعطيك اداء ممتاز بصراحه، يعني من ناحيه الحراره مره اموره طيبه. طبعا هذا الراديتر الجديد وهذا القديم، شوفوا كيف هذا حالته، بس هذا يعني ما ينفع بصراحه، يعني ما ينفع ابدا، ان هذا الراديتر مال وكاله وهذا غير، هذا ريسنج ومراوح يعني جودة عالية ويتحمل فترات طويلة. خلاص الحمد لله، بما أن خلصت معظم قطع السيارة، الحلقة الجاية بتكون تحديث عن السلفية وين واصلين فيها في الجراج. خلاص السيارة يعني قريبة صبغوها، باقي قليل، يمكن أسبوعين كذا أو أسبوع خلاص السيارة تكون خلصة موجودة في البيت. فبنزلكم تحديث إن شاء الله على الحلقة الجاية، إن شاء الله عسى أن على الحلقة الجاية تكون خلاص مصبوغة، ونشوف كيف الترتيب إن شاء الله، ونلقى على خير في الحلقات الجاية إن شاء الله.